هنتكلم النهاردة عن الفرح المسحور. لو انت ما سمعتش عنه، ده فرح اتعمل فيه سحر اسود وتحول من فرح لكارثة، وبقى حديث الصحف والسوشيال ميديا وقتها. ساحرة قررت تنتقم من اصحاب الفرح اللي كان ليها عندهم طار زي ما بيقولوا، فاستنتهم يتجمعوا وعملت عملتها. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، لو انت مش مشترك في القناة يا ريت تنزل تشترك بسرعة وفعل الجرس عشان حكايتنا الجديدة توصلك اول باول. يلا نبدأ حكايتنا. الفرح كان في قرية تابعة للرحمانية، تحديداً عزبة عفيفي في محافظة الدقهلية في مصر. الفرح كان معمول قدام بيت العريس وكل حاجة كانت ماشية تمام، وكان في بوفيه بيوزع مشروبات سخنة وغازية. وعلى الساعة 9 بالظبط لقوا كوبايات تمر هندي عمالة تتوزع مخصوص على أهل العريس، ومحدش عارف التمر الهندي ده مين بيوزعه ولا جه منين من أساسه، وأصلاً ده مش تقاليد الفرح هناك. بس اللي ملفت للنظر طريقة توزيعه، كانت غريبة حبتين، كأنها مستهدفة أهل العريس بالذات مش المعازيم كله. بس في ناس تانية شربت منه خلال توزيعهم، ولما العريس شرب من التمر الهندي ده بالظبط 3 دقايق وقعد يرجع، ومفيش ثواني والدته وقعت أغمى عليها، واللي كانت برضو شربت من نفس العصير. وبعد ما فوقوها جالها حالة من التشنجات غريبة جدا، وظهرت مرة واحدة ست اسمها زوزة طلعت سلمت على العريس والعروسة. واللي انتوا ما تعرفوش عن الست دي انها منبوذة من كل اهل القرية، ومحدش بيتعامل معاها ولا بيطيقها لانه معروف عنها السحر والدجل. وبعد ما سلمت على العريس والعروسة وهي نازلة من على الكوشة، ادت اخت العريس 50 جنيه نقطة. واول ما اخت العريس مسكت الفلوس في ايديها جالها تشنجات شديدة جدا، ووقعت اغمى عليها هي كمان، وقعدوا يفوقوا فيها، وبقى كل اللي في الفرح عمالين يغمى عليهم واحد ورا التاني، ومنهم اللي بقى عمال يهلوس ويقول كلام مش مفهوم، ومجموعه منهم بقوا بيضربوا بعض بدون وعي، وبيصدر منهم اصوات صراخ غريبه كانها مش اصوات بني ادمين. والفرح اتحول لخناقه واغماءات، وناس مرميه على الارض في كل حته وفي حاله تشنجات. وفي وسط كل الكلام ده كان في واحده ست دخلت في حاله هستيريه وقلعت حجابها، وبقت عماله تشد في شعرها بطريقه مش طبيعيه، لدرجه ان شعرها بقى يطلع منه خصل في ايديها، وكأنها مش حاسة هي بتعمل ايه، او كأن حد بيجبرها انها تعمل كده في نفسها. ولما حاولوا يوقفوها صوتت في وشهم وقالت انا رايحة الطرق. الفرح كله نهار تماما على الساعة 10. خال العريس بدأ يحس ان في حاجة مش طبيعية، الكل في حالة هستيرية وعدد الاغماءات والناس اللي مرمية في الارض في حالة تشنجات مش طبيعية، وقال للعريس خد عروستك وامشي. العريس بقى بيشد في عروسته، بس هي كانت في حالة تيبس غريبة مش بتتحرك كأنها صنم، لدرجة انه من كتر ما هو كان بيشد فيها عشان تمشي معاه وهي ثابتة في مكانها، حتة من الفستان اتقطعت وما اتحركتش من مكانها، لحد ما ابوها جشلها ودخلوهم بيتهم وحاولوا يهدوا الدنيا على قد ما يقدروا، وجابوا شيخ واللي قال ان المكان فيه حاجة مش طبيعية، وبدأ يقرأ قرآن. وبعدها بشوية قال لخال العريس ان المكان مليان شياطين في كل زاوية، وبقى بيقرأ على مجموعة من الناس مع بعض، وحتى الناس اللي فاقت من الإغماءات كانوا بيبقوا في حالة مش طبيعية وبيبقوا متجمدين وساكتين ومش قادرين يتحركوا. والليلة عدت بأعوبة، بس حتى بعد ما الليلة خلصت فضل أهالي القرية يتصرفوا تصرفات غريبة، وفي منهم بقوا عدوانيين جدا، وناس تانية بقى بيجيلهم حالات الإغماءات والتشنجات باستمرار. فأهالي القرية قرروا إنهم يستعينوا بكذا شيخ مع بعض، وأجمعوا إن في سحر اتعمل فعلا ليلة الفرح. الشيوخ بدأت تجمع الناس وتقرأ عليهم كلهم، والموضوع فعلا هدي شوية، لكن مفيش يومين والوضع ساء تاني والناس رجعت لحالتها السيئة، لدرجة ان كان في ناس فيهم كانت بتحاول تنتحر. وشيخ من الشيوخ اللي جابوهم كلم اهل العريس وقال لهم ان غالبا السحر ده بيتجدد، وان في حد بيرجع يرش قدام البيوت سحر، وده سبب ان كل ما الوضع يتحسن بيسوء تاني بالشكل ده. جماعة ان الحاجة دي بتتجدد، في حاجة بتترش وفي حاجات بتتعمل، الحاجة دي بتتجدد كل ليلة. وبالفعل قرروا يشوفوا ايه حكاية الموضوع ده. واحد منهم قعد على السطح مستني يشوف هل هيجي حد فعلا يرش سحر ولا لا. واول ليلة عدت وما حصلش حاجة، وتاني ليلة على نص الليل كده لقوا واحدة ست لابسة اسود وماشية عمالة تتلفت وراها، وجات عند باب البيت ورشت زي مية كده، نزلوا جروا وراها عشان يمسكوها، بس هي جرت ما بين البيوت واختفت، وللأسف ما عرفوش يمسكوها.
سكان العزبة بقوا بيتكلموا إن أكيد زوزة دي هي اللي بتعمل كده، هي الوحيدة اللي مشهورة بالسحر والدجل. وكمان خالي العريس قال إن في طرق قديم ما بينهم، لأن من 18 سنة واحد من أهل العريس اتجوز زوزة، وبعد فترة عرف إن ليها في السحر والدجل فخاف منها وطلقها، وساعتها اتفضحت ما بين الأهالي بالدجل وقررت إنها تردها لهم. وفي شهود من الأهالي بدأوا يقولوا إن قبل الفرح جالها ضيف غريب وكان معاه صندوق مليان ديوك حمر، واللي انت ما تعرفوش إن الديوك الحمراء دي أساساً الدجالين بيستعملوها بكثرة في طقوس السحر. ولما وضع أهالي القرية بقى من سيء لأسوأ قرروا إنهم يروحوا قدام بيتها وبدأوا يرموا بيتها بالطوب عشان تطلع لهم، وولعوا النار في عربيتين تبعها مركونين قدام بيتها. فهي من خوفها بلغت البوليس وجاء بالفعل وقبض على 8 من سكان العزبة اللي كانوا متجمهرين قدام البيت، وقبض على الساحرة وجوزها. والمفاجأة ان كان عندها في البيت ساحر تاني مقيم في الجيزة جاي يجيب لها حاجات من اللي بيستعملوها في السحر، واتقبض عليه معاهم هو كمان. بس كده، دي كانت حكايتنا النهاردة. ناس بتقول ان تلاقي اللي حصل في الفرح ده مجرد خناقة عادية، وناس تانية من الاهالي والشهود بيأكدوا وجود سحر حصل لهم في الفرح. فتفتكروا حتى لو كانت مجرد خناقة، هل الناس هيغمى عليهم على الارض ويجي لهم تشنجات بالطريقة دي؟ فياريت تقولونا رأيكم في الكومنتات، وقول لنا انت من انصار انو رأي. ولو الفيديو عجبك ياريت تعمل لايك وتشير الفيديو لأصحابه. كانت معاكم تيا، اشكركم على المتابعة ودمتم بخير.